كل عام وانتم ألف خير. نحن اليوم رابع أيام عيد الفطر المبارك، حبينا نذكركم بس بخدماتنا والحالات اللي بنسويها. الدكتور بشار بزري استشاري جراحة الأنف والوجه التجميلي، الحائز على البورد البريطاني في جراحات تجميل الأنف، والبورد البريطاني في جراحات شد الوجه ورقبة، والبورد البريطاني في جراحات شد الأشفان. طبعا حالة بروز مع أنف طويل، فرق كبير صار بين قبل وبعد. حالة اعوجاج شديد بالأنف، اعوجاج طبعا كان مترافق مع كمان انسداد في الأنف، فطبعا تم تصليح الشكل والوظيفة. المريض استفاد حاجتين، الشكل ما كنتم شايفين فرق كبير والهائل بين قبل وبعد، وكمان التنفس صار عنده 100%. طبعا عندنا خبرة كبيرة كمان بالأنف الأفريقي والأنف الصيني، الفرق الكبير شوفوا صار بين قبل وبعد. استخدمنا غضوف والضلع هون، الأنف صار أنف مثل السيف، أنف طبيعي. طبعا حالات شد الوجه والرقبة شايفين فرق كبير صار عند الرقبة هون، المنطقة هاي التحيين صار منطقة الفك هون، نتيجة رائعة. الخطوط هاي كلها صارت خفيفة جدا وطبيعية، الخطوط هون فشوفوا الفرق الكبير صار بالرقبة، بخط الفك، بالخدين كلهم يشدوا. طبعا كمان عمليات إزالة الأكياس الدهنية من حول العين، من الجفن العلوي والجفن السفلي، شوفوا كيف العيون كبرت وعطت منظر جميل، منظر شبابي ومنظر جمالي أكثر. بذكركم عملياتنا كانت تحت تخدير موضعي مع المهدئ وبالعادة يوم بالمستشفى. بشار بزغي معكم، مركزنا في لندن هاري ستريت ودبي شارع الشيخ زايد.